أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صالح جدا. خلال هذه العشرة أيام من رمضان حبينا نسألوا المواطن الجزائري ونقول له شحال صرفت فيهم. تبعوا معنا نروح نشوفوا كيفاش كانت الإجابات. 10 أيام الأولين تاع رمضان شحال صرفت؟ 10 أيام واحد المليون ونص. والله ما نكذب عليك، أنا نصرفوا هكذاك وما على بالنا شحال. 3 ملايين. 3 ملايين 10 ايام. اه نعم 10. داخله فيها اللحم؟ داخل فيها اللحم، الدجاج، لي زيبيس. ما ديباساتش 20000. ما ديباساتش 2 ملايين. ما ديباساتش في هذو 10 ايام تاع رمضان. نقول هذا اللي حكي مع 2 ملايين. 2 ملايين اللحم اللي راه غالي. شحال شربت؟ صح شربت قريب 3 شهر 3 3 ملايين. واحد 200000. 200000؟ اه. تعيش وحدك؟ لا لا عايش مع عندي 3 دراري. يا وليدي صرفنا واش قدرنا. 10 ايام 200000 برك واش شريت؟ واش نورمال؟ واش عدس، لوبيا، مقارون، دمي ساكل نورمال. جوز رمضان نورمال ولا لازم عليا ناكل لحم انايا؟ انا غير بشويه بشويه نمشي على قيسي. الكيلو عدس ب 20000، مقارونه يدير 3500، الروز راه ب 7000 8000. دوزت بهم هاد العشر ايام. 10 ايام طريطري بيا مقارون عدس نورمال. ما فتش 250. واحد 250 ماكسيموم. يا سيدي واحد 600000 هكذاك. 600000؟ اه. ما فتيهاش؟ ما فتهاش. شحال انتم في العائلة؟ ماشي بزاف. حنا في 4. واحد مليون هكذاك. مليون ايه. عائلة كبيرة؟ ما ماشي عائلة كبيرة، أنا والمدام والولد هذا ما كان. يا خويا الأسعار خيالية بزاف. ما قدرناش وليدي ما قدرناش. البصل هاوك 10000 هاوك، نوريكم البصل 10000 هاوليك. بالأسعار اللي راهي ما قدرناش. دوك دخل للدار تخص هادي هادي، لازم تشري هادي تشري هادي، لازم تصرف. معيشة غالية بزاف، باش واحد يكمل ما ينجمش. دوك الناس اللي خلصوا 22 اسمها أنا خلاص. كاين الناس اللي تخلص 12 15 20 كل واحد كيفاش. كاين حق رمضان شهر الرحمه، هذا هو شهر الرحمه نورمالمون نتعاونوا نتلابدوا القليل ياكل نورمالمون. في هذا الوقت اللي رانا فيه في رمضان 2018 نورمالمون لي بخي يحطوا 3 ملايين غير ب 10 ايام. حنا شهرين ولا واش نكون اخي شهرين. صغيره فيها 4. 10 ايام عندهم الاخرانيين واقسم بالله العظيم غير عندي 1 مليون أنا والمرأة. 100000 لا جورني. 100000. مليون. 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 العائلة شحال؟ عندي 3 دراري وي معاهم بيان سور. هاد لي ما تراني نخدم في الجزائر بريسك صرفت واحد 10 ملايين هكذاك على ولادي. بعت فيرسي لولادي سماني فيرسي لولادي. اللي هي في ورقلة. مليون يا خو ماشي نقول لك زعما لحام دجاج. دجاج وشوية عيلة شوية كذا شوية منا جوزها يا خو. تعرف 10 ايام الاولين ما شاء الله كاين هاشي والبريد ما شاء الله اسعار ما شاء الله زيت سكر كلش السكر 8000 الله يبارك. يعني شريتي لحم شريتي الدجاج شريتي كل نهار ونهارو كل نهار وبركته وليدي انسان ما نبزعوم ما نواسيو كل واحد يدي على قيسو يا وليدي. المرشي كل واحد راه يبيع كيما يحب من نورمالمون كاين المراقبه كلش غالي زرودية كما قال 10000 10000 ماشي 8000 10000. اليوم عندي القضية تاع اليوم عندي 200000 شوية يعني 10 ايام والله ما كليته لا الحملة الدجاج